المصرية أسطورة نادي الزمالك في ليلة تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، الكابتن هشام يكن هو نجمنا اللي منورنا في الماتش النهارده. أهلا بيك كابتن هشام، اهلا بيك يا هاني، اهلا بيك منور الدنيا يا كابتن. حبيبي، ومبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم. طبعا النهارده البطولة يعني ليلة جميلة، يعني ألف مبروك كابتن هشام، الله يبارك فيك. تتويج بيوصف بالتاريخي، تتفق؟ ليه؟ بطولتين ورا بعض طبعا في وقت زمني قليل جدا، وطبعا يعني فيهم أداء، فيهم إصرار، فيهم تحديات كتير قوي. اللعيبة طبعا مر بيها ظروف صعبة جدا، فأفتكر إن من أقوى الدوريات اللي اتلعبت بالنسبة لنادي الزمالك ومر على الكرة في نادي الزمالك، أفتكر إن البطولتين دول لأنهم كانوا في أحداث كتير جدا. أي لكن لو اتكلمنا على حاجات كتير جدا هتلاقيه يعني قصه تانية، لكن احنا بنتكلم دلوقتي بمعنى ايه؟ لو اتكلمنا عن حاجات كتير يعني يبقى في قصه تانية. الاحداث، يعني النهارده مش بقوه الدوريات التانية. يعني انت النهارده لما تيجي تتكلم على عناصر اللعبه اللي كانت موجوده، هتيجي تتكلم على عناصر مثلا كان في الاجيال القديمه، هتلاقي في كل فريق 3 نجوم 4 نجوم على الاقل، في كل فريق صغير وكبير. اي النهارده لا، النهارده الاستحق ليه؟ ما وازن. الدوري مليان لعيبه وفي منافسه وكل الفرق ممكن تكسب اي فريق بص دلوقتي. هقول لك على حاجه، في لعيب كويس بس في فوارق. يعني ايه فوارق؟ اللي هي ايه ده بيوصل، يعني مثلا زي الكاس في الاولمبي، مثلا لما كنا مفهوم. بنلعب الكاس كان بيوصل الاولمبي الى مرحله عاليه جدا. هشام عبد الرسول مثلا مين؟ في المنيا، مين في المحله، خالد عيد وصبر، وكان بيوصلوا الفرقه لمستوى من المنافسات. اي لكن ايه المنافسات السنه دي اللي انت شفتها مثلا بتاع غير هم فرقتين او ثلاثه بالكثير، اهلي زمالك طيب، بيراميدز؟ هو مش كل الفرق اكيد قادرة على ان هي تاخد بطولة، بس اللي لاحظناه السنة دي ان كل الفرق قادرة ان هي تاخد منك نقط، ما هو احنا بنقول توقعك، تعطل مسيرتك. ما هو الاهلي وبيراميدز ما خدوش الدوري بسبب ان هم فقدوا نقاط كتيرة، في الوقت اللي الزمالك برضو فقد نقاط في بداية الموسم قبل ما يعرف يستفيق ويمسك نفسه. ففرق كتيرة مش ما فيهاش نجوم كتير، بس كفرق عارفة توقفك. ما هو ده بقى حظ اللي هو زي ما تقول ايه، بعض الفرق. انت عارف ان احنا كنا زمان مثلا في فرق قليله جدا كانت بتعمل نتائج كبيره مع مظبوط الزمالك والاهلي مظبوط، مثلا. اقل من دلوقتي. بالظبط، يعني تيجي تبص تلاقي كان مثلا انديه ليها اسامي، كان الترام مثلا في اسكندريه كان اي بيعرقل الاهلي. الزمالك كان مثلا تيجي تبص تلاقي مثلا فرقه من الفرق الصغيره برضو كان بتسبب مشاكل كبيره جدا لنادي الزمالك. ايوه يعني يعني هي المساله مش مساله دي حظوظ او لحظات بتيجي. لكن مش عاجباك المستويات الفردية للعيبة الدوري؟ بالظبط، اللعيبه اللي وصلت للثقه والثقافه بتاعتها هم عناصر موجوده في لعيبه نادي الزمالك السنه دي. يعني ليه؟ لان لعيبه الكوره كلهم الفتره اللي فاتت كانوا في حاله من الارهاق الشديد. الانديه ما عرفتش تعالج. الوحيد اللي اشتغل على علاج هذا الكلام هو مصر بريده. ازاي يشتغل على ده؟ اشتغل لانه ابتدى يبص لعناصر مختلفة شوية، بص لحتة الناشئين، فراح جايب 3 4 ناشئين مش أكتر من كده يدعموا الخطوط مع الشغل مع بعض اللعيبة النجوم وتفوقهم على نفسهم، زي زيزو، زي شيكابالا، زي بن شرقي لما اشتغل على نفسه، اسمه ايه ده، الفرود الجزيري مثلا. الجزيري يعني يمكن لو تتفرج عليه في المراحل الأولانية كان لاعب عادي جدا، لكن مقاومته ظهرت الفترة اللي فاتت. لعيب مظبوط. قوي وعنده قوة وعنده تحديات حلوة كويسة جدا. عندك إمام عاشور يعني زاد في المستوى الفني من ناحية الأداء في نص الملعب. ايوه الونش قدر يعني يعمل حالة من حالات الدفاع الكويسة جدا مع ظهور حسام. وأنا بقول برضو محمد عبد الغني موجود ومحمود علاء. أنا عايز أقول برضو مهم جدا يعني إن احنا نستفاد
ببعض النجوم ونشتغل عليها الفترة اللي دول جاية. اللاعبين اللي عاجبينك في الزمالك ولا اللي عاجبينك بشكل عام في الدوري يا كابتن هشام؟ لا هو الزمالك كان حالة في هذا الموسم، لما نيجي نتكلم على ال 12 13 ماتش الاخرانيين، نادي الزمالك في مستوى رائع، في مظبوط. اداء، في فرص ضيعة كانت حلوة جدا، في اجوان داخلة ملعوبة. مظبوط. يعني لما تيجي تتفرج على كل مباراة هتلاقي هدف جميل او هتلاقي تكتيك شغال بيتعمل بيتنفذ طريقة الأداء. فعشان كده نادي الزمالك كان في حالة من النشوة الفترة اللي فاتت، لعبه بشكل جيد، كان في تعاون مثمر ما بين اللعيبة وبين بعضيها، كان في جمل تكتيكية بتشتغل، كان في حركة داخل الملعب، فالدور ظهر مع استقرار ايوه اللعيبه مع بعضيهم، وبريرا بالذات يعني صح ان هو اشتغل على الحته دي فقدر يطلع التوليفه الحلوه اللي احنا شفناها النهارده. ايوه فطبعا انا عايز اقول ان هو الراجل قدر ينجح، ان هو ما بين اجهاد موسمين او موسم اللي فات، ما بين بطولات لسه خلصانه البطوله منهم الكاس الايام مظبوط اللي فاتت، ايوه والدوري بتاعها ما كملش من يعني من كام شهر، وبعد كده بتلحم بدوري اخر ولسه ما كملش، وبعديها هتكمل وعندك الكاس مع عندك بداية الدوري بالظبط، الجديد. وكان عندك البطوله الافريقيه، وكان عندك بطوله الامم، وعندك بطوله العرب، وعندك تصفيه كاس عالم، ايوه انت كان عندك حاجات كتير جدا. الوقت ضيق جدا مع مجموعه اللعيبه والضغوط، وبعد كده البطوله يعني انت مثلا ايه عشان ترجع للدوري بتاخد وقت، يعني الدليل على كده انك انت النهارده لغايه شهر 8 ما خلصتش لسه الدوري. مظبوط فعشان كده لعيبه نادي الزمالك قدر مستر ان هو يستخلص الاجهاد ده ويشيل من عليهم الرواسب دي، وقدر النهارده تيجي تبص تلاقي شيكابالا في حاله من التناغم داخل الملعب، زيزو شغال ما شاء الله مع انه بيلعب كل ماتش بمناسبة زيزو، هداف الدوري، الأكثر صناعة للأهداف، الأكثر حفاظا على المستوى زي ما بتقولوا وزي ما كلنا متفقين، الكلام رايح وجاي على استمراره. الزمالك بيقول أستاذ مرتضى منصور إنه مكمل، لكن النقاش اللي دار بينه وبين اللاعب النهارده هو بيقول له هتقعد، وهو على منصة التتويج بيقول إنه الكلام لسه فيه تفاوض. تفتكر هيقعد ولا هيمشي؟ يعني لو لمصلحتنا او لمصلحه اللعيب، يعني بالظبط انا يهمني ان في الاخر ان كل اللي بيحصل ده ناتج للمنتخب المصري او للكره المصريه. اذا كنت هتنتج شخص اخر مثلا زي محمد صلاح النهارده، ما هو رافع راس مصر، ما فيش مانع ان زيزو يخرج. مظبوط يعني يمكن من النواحي الفايده لكنادي، لكن انا النهارده لا املك غير ان انا اقول ان مصر اهم. يعني بس هو هيخرج مع مصر اهم دي لو هو خارج على اوروبا ما هو صح؟ على اوروبا، لكن لا ده احتراف داخلي او بتاع ده، لا افتكر ان وجوده في نادي الزمالك عمل حاله من الـ الـ الارتياح. وانا شايف ان يعني هقول لك على حاجه عشان لاحظ الحته دي، كل لعيب بينجح في نادي الزمالك لا ينجح في نادي اخر. ليه؟ ساسي راح فين؟ الدحيل الدوري القطري نفسه مش دوري كبير، بس ساسي يعني ظهر بمستوى جيد مع الفرقة، مع أكيد مش بنفس النجومية لأنه برضه بالظبط، الفريق اللي هو فيه مش بنفس شعبية يبقى الزمالك. بالظبط، يبقى احنا بنتكلم بنقول ايه فينو على الخريطة، فينو طبعا هنكمل الفكرة دي، بس معايا زملكاوي كبير قوي، مسؤول سابق في نادي الزمالك، لكن زملكاويته ليست مرتبطة أبدا بمنصب، هو نائب رئيس نادي الزمالك السابق، المستشار أحمد جلال إبراهيم. سيادة المستشار أهلا بيك، منورنا. استاذ هاني، ازاي صحتك؟ وحشتني وحضرتك كمان وحشني جدا، ويعني تحياتي عاش من سمع تحياتي صوتك. لاخويا وحبيبي كابتن هشام. أهلا بيك يا جلال بيه، حبيبي كابتن مبروك. مصر، كابتن مصر، الحمد لله. مبروك ليك ومبروك للزمالكيه كلها، مبروك لكل جمهور نادي الزمالك اللي فرحان، اللي مالي الشوارع، مالي كل المنطقه، مالي افريقيا والدول العربيه، بقول الحمد لله. الف مبروك على سعادتهم وفرحتهم، الحمد لله. تتويج تاريخي بعد ظروف صعبة جدا من بداية الموسم، بل من قبل بداية الموسم، ثم تعثرات في بداية الموسم على مستوى النتائج وتوديع دوري أبطال أفريقيا. ما أعتقدش إن كانوا كثيرين اللي مستنيين التتويج يحصل، بل وبالشكل ده سيادة المستشار. كلامك صح يا كابتن هاني، ويمكن يتفق معاك كابتن هشام. كل الناس او معظم الناس كانت في اول البطوله كانت متشائمه جدا ان نادي الزمالك مش هيقدر يكمل، مش هيقدر للظروف الموجوده وقت فقيد.
لعيبه مشيت، لعيبه عظماء رحلوا، لكن زي العاده نادي الزمالك كيان كبير ما وقفش على حد وما بيقفش على حد، بيستمر وبينافس على اخر وقت، تحدى الصعوبات والجهاز الفني المحترم الجديد مع اللعيبه الجديده مع مجلس الاداره والشباب مرتضى منصور وكل الناس ومع تكاتف الجماهير العظيمه اللي وقفت وقعدت تساند وتدعم، كل ده ادى في الاخر بعد تحقيق بريرا لتكافؤ وللعد والمستواه ما بين اللعيبه، ورجعهم مش شعور تاني زي ما كنا في 2014 ان الاساسيين مع الدكه ما تعرفش مين فيهم اللي بيلعب، كلهم أيوة. روح واحده، كله بيشجع، ده حاجه هي اللي ادت في الاخر بتأييد كبير من عظيم من جمهورنا عظيم اسمه نادي الزمالك اللي ادى في الاخر الى هذه الفرحه والانتصار. انا بعتبره دوري صعب، دوري جامد، دوري هنحكي عليك معظمنا لاولادنا انه فعلا دوري كانش حد يتوقعه ابدا. دوري جاي بصعوبه بعرق بمجهود بدعم بمستنده بتوفيق اولا من ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. الزمالك بياخد دوري للمره الثانيه على التوالي، ده ما بيحصلش كتير، حصل 3 مرات سابقه ودلوقتي بيحصل المره الرابعه، لكن عمر الزمالك ما خد دوري 3 مرات متتاليه. وده سؤالي للكابتن هشام ولحضرتك، كيف كاداري حضرتك وكفني كابتن هشام وإداري طبعاً يستطيع الزمالك الفوز بالدوري لمرة ثالثة؟ كيف يحافظ على نجاحاته؟ أنا هقول على كابتن هشام الأول. حضرتك الأول ثم كابتن هشام. طبعاً سيادة المستشار طبعاً. حبيبي أنا ما أعرفش تتفق معايا كابتن هشام إن عشان أكمل وأستمر زي بالطريقة دي لازم الكل زي ما قلت يا أستاذ هاني لازم كل العناصر تبقى متكاتفة، كل العناصر اللعبة بتساند وبتدعم، جماهير عظيمة بتساند وبتقف في الصعب قبل الفوز أو قبل الفرحة. مجلس اداره بيبذل كل جهد وعطاءه عشان خاطر فرحه الجماهير ونجيب لعيبه ويجيب جهاز فني محترم، جهاز فني محترم عنده الثقه في الانتصارات وفي لعيبته، ما عندوش نجم، عنده حاجه اسمها بس فرقه نادي الزمالك، ما بيطبطبش على حد، بيعمل تكافؤ وعداله في ما بين الفرقه، اللي بيأدي بيشيله على دماغه، واللي بيأثر بيخرجه بره الرؤيه الى ان يرجع تاني، بيصعد ولاد صغيره شايفه قيمه نادي الزمالك من ناشئين نادي الزمالك، وشايفه كباتن موجوده في الملعب زي شيكابالا واوباما وحازم امام بيحترموهم بيسقفوا لهم بيدعموهم مع باقي الفرقه، ده كله مع روح عظيمه ما بين الاحتياطي وما بين الاساسيين ما بين اللي خارج القايمه، ده في الاخر هو اللي بيأدي مع تأييد من ربنا وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى عندك حتى الصبر والثقه ان انت تكمل، تبقى حاطط قدامك منظور واحد بس نادي الزمالك وقيمه نادي الزمالك اللي حقق قبل كده بطولات في افريقيا والشام، كان جزء من هذه الانتصارات، عارف كويس قد ايه حقق. انا لو لعيب في نادي الزمالك هعمل كل حاجه بجهدي اني استمر اخد دوري وثالث وثالث ورابع، بس يبقى في تحكيم عادل، يبقى في الفار اللي هو ادى الى العداله الكرويه زي ما بقول دايما، بقول الحمد لله ان ده كله اللي هيقدر يخلينا نستمر في المنظومه ان احنا ننتصر وناخد الدوري ان شاء الله وكل البطولات بامر الله سبحانه وتعالى. اجابه جميله جدا واسمع اجابه الكابتن هشام، لكن هقف عند نقطه التحكيم، هل كان التحكيم عادلا هذا الموسم؟ في بعض الاخطاء، ولكن الفار كان بيعدل المسار، يعني الحمد لله ان الفار موجود كان بيعدل المسار، وده انا شايف عداله في الملعب. احنا ما بنقولش عايزين حق مش حقنا، احنا عايزين حق نادي الزمالك لما يكون في لعب علينا، ما بنخجلش ان احنا نقول احنا غلطانين. أيوه. لكن احنا الفار ادى دور كبير جدا ان ان ان, إن, إن نادي الزمالك لما بيعمل حاجه صح وبيبقى بيقولش عليه اخطاء الفار بيأكدها، ولما تدور خطأ على الفريق الثاني الفار بيوضحها، وده اللي خلى فيه حاجات كتير، على الأقل بتشوف إن التنافس والعرق والجهد اللي أنت بتتعبه ده بيبقى ليه مجهود ومردود آخر، مش ممكن خطأ تحكيمي هقول غير متعمد طبعًا، إن هو يأثر في مجهودك ده وإن أنت تبقى المفروض تاخد بطولة، لكن في أخطاء بتخليك تبعد عن البطولة، ممكن خطأ تحكيمي تسلل يجي منه جون يضيع منك بطولة، وكابتن هشام يمكن ياما عانى من هذا الأمر. طب كابتن هشام ردا على نفس السؤال، الزمالك دلوقتي واخد دوري للمره الثانيه على التوالي، فلن يكون سهلا على الاهلي انه يفرط في بطوله دوري ثالثه على التوالي في الوقت اللي بتتزايد فيه قوه بيراميدز بدليل تمسكه بالمنافسه على القمه لحد قبل المنافسه ما تخلص بجولتين، بل ووجوده في المركز الثاني ابعد من الاهلي لاول مره في التاريخ، ازاي يعرف الزمالك يحاول ياخد دوري المره الثالثه على التوالي؟ بص، هو طبعا قبل كل شيء ان المجموعه اللي موجوده في نادي الزمالك انت النهارده محافظ عليها بشكل كويس، اذا كان عندك تغييرات ممكن تعملها ففي اماكن معينه مع اضافه مجموعه اللعيبه اللي قدر مستر فيلا يطلعها من قطاع الناشئين
انا شايف انه في عنصرين او ثلاثه المطلوبين المهمين الفتره اللي جايه، وحافظ على هيكل الفرقه بشكل معقول. يعني اذا كان في مثلا ثلاث اربع لعيبه هيتغيروا، لكن احافظ، لان طبعا انت النهارده مثلا ظهر لك واحد زي حسام كلاعب مثلا سيرد باك وثبت وجوده، والنهارده لازم ياخد فرصته. طب انا عندي النهارده اربعه بيلعبوا في المكان ده، عندي الونش ومحمود علاء وعبد الغني وحسام. ايوه النهارده حسام ثبت وجوده مظبوط، مش هيقدر يقعد، والنهارده محمود علاء كبير ولاعيب اسم كبير، مظبوط، ممكن يكون حصل هزه بعض الشيء، لكن ده مش معناه ان انا استبعده. مثلا لازم يكون موجود ودوره يبقى موجود. ايوه بالنسبه لمحمد عبد الغني نفس العمليه، محمد عبد الغني لعيب مميز جدا. فعشان كده انا بقول ان اختيارات اللعيبه الفتره القادمه لازم تكون بحساب بعيد عن السمسره. مهمه جدا الكلام ده. ليه؟ السمسار بيجيب اللعيب اللي موجود في السوق وخلاص، لكن الفني بيجيب اللعيب بيجيب اللي يزود اللعيب اللي امكانيات هو الفرقه، يكمل صح. عنصر اللعبه، يعني ايوه يكمل عنصر الـ 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 تمام. الاداء. طيب سيادة المستشار، قبل الختام، جمهور الزمالك بيحبك سواء كنت مسؤولا او خارج مجلس الاداره، ايه الرساله اللي تقولها لجمهور الزمالك اللي بيحتفل دلوقتي بالدوري؟ انا عايز بس اقول حاجه صغيره. اتفضل. انا بس بقول يعني زي الكابتن هشام ما بيقول، بالنسبه للعيبه الصغيرين يا حسيني، فرق كبير جدا لما يكون لعيبه صغيرين لسه صاعده وبتلعب وتاخد بطوله. دي بتكبر لك شخصيه اللاعب، بتكبر لك شخصيه البطل، بتديله ثقه في نفسه انه يقدر يحقق بطولات، الا لما لعيب يبتدي ويخسر بطوله. فالحمد لله ان اللعيبه اللي قال عليهم كابتن هشام يا كابتن ده اللي انت عملوا دور كبير جدا مع بقيه الفرقه، شافوا بطوله اول ما ابتدوا يلعبوا، فدي اعتقد هتضيف لرصيدهم وخبرتهم ولشخصيتهم هتفرق. بقول لجمهور نادي الزمالك شكرا، شكرا على المستنده، شكرا على العظمه، شكرا على الدعم، شكرا على كل حاجه عملتوها عشان خاطر فرقتكم تاخد بطوله الدوري. بتوفيق ربنا وبيكم مع مجلس الاداره كله، مع اللعيبه، مع جهاز فني، انتوا اللي عملتوا القول الجميل، وانتوا اللي عملتوا الابتسامه اللي موجوده في الشوارع اللي احنا مش عارفين نعدي منها. شكرا لجمهور نادي الزمالك. بشكرك جدا سيادة المستشار احمد جلال ابراهيم، نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك السابق. كابتن هشام، اتكلمت عن المدافعين، وانا عايز اتكلم معاك عن محمود علاء تحديدا. بيمر بفتره صعبه أكيد على مستوى المشاركات القليله، على مستوى بزوغ اسماء لاعبين شباب ان هم يبقوا نجوم زي ما قلت، حسام عبد المجيد لاعب تعرض لانتقادات مش بس من جمهور الاهلي في المنافس، بل انتقد كمان من جمهور الزمالك، عمل رد فعل كان سلبيا مع جمهور الزمالك، اعتذر مره ما رجعش شارك الا في دقائق قليله، اعتذر من شويه من جديد. رحله محمود علاء شايفها ازاي، صاحب السنوات الطويله واحد الهدافين التاريخيين على مستوى، او الهداف التاريخي على مستوى مدافع الزمالك مع السنوات السابقه؟ بص، طبعا الظروف اللي مر بيها يعني محمود محمود لما جه شارك مع المنتخب الفترة الأخرانية بعد كل البعد، وبعد كده اتصاب في آخر بالظبط، مباراة. وبعد كده أنا بطلب من محمود إن هو يلتزم. طول ما أنا النهارده ممكن أكون بعيد عن مستواي شوية، فأنا يجب أن ألتزم بمكاني بشكل 100%. لما اجي النهارده، بص يا هاني، كنا يعني زمان لما احس ان انا مهزوز شويه كنت التزم في مكاني، ما اعملش مجهود مش مطلوب مني او في اضافه، مفروض ان انا اركز في مكاني، العب الاول دوري الاساسي. محمود ابتدى يخرج من دوره كلاعب مدافع الى ان هو ابتدى يتقدم بشكل كبير جدا في المرحله الاخرانيه، على اساس انه بيحرز اهداف بالهيدرز او ضربه جزاء او الكلام ده كده، او من شوطه او الكلام ده. لكن فده فقد جزء كبير جدا من الناحيه الدفاعيه. لو انا لعيب النهارده ببص للتكمله للناحيه الهجوميه، اي واحد كده هو يعني هجيب لك امثال لبعض اللعيبه كتير جدا اللي بيفكر في الحاله دي، جهده بيقل ورا، اخطائه تقل ورا، تزيد ورا بالظبط، يعني تزيد ورا، سوري، اي اخطائه تزيد ورا. ليه؟ لانه ساب مكانه، واي كونتر اتاك بيحصل وقفه اللاعب وهو في استقباله للكوره غير رجوعه من بوزيشن الى بوزيشن اخر، اللي هو الحاله الطبيعيه اللي هو يرجع كمدافع. فعشان كده خروج علاء من النص
كراجل مدافع مفروض انه كان المرحله الاخرانيه اليومين دول يبتدي يشتغل على الحاجات الفرديه كتير قوي. ايوه عشان اقدر اعيد صياغته تاني من جديد ويرجع لمستواه الطبيعي. دي رساله جميله قوي من اسطوره من اساطير الدفاع المصريه في كره القدم الكابتن هشام يكن. تبقى بطوله افريقيا هي البطوله اللي جمهور الزمالك بيتمنى تحقيقها. مستعصية على الزمالك في نهائيين من وقت التتويج الأخير في 2002، 2016 خسارة قدام سان داونز، 2020 خسارة قدام الأهلي، ثم توديع البطولة مبكرا جدا النسخة اللي فاتت والنسخة اللي قبلها. شايف إزاي يتوج الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟ بص يعني احنا يعني برضو افريقيا يعني ما عندناش احتكاك بقى لنا فترة في واللعيبة معظمها مش محتكة أفريقيا الفترة اللي فاتت. فأنا شايف أنه يجب علينا أن احنا كنادي الزمالك أن احنا نفكر في الحتة دي، نعمل معسكر في أفريقيا، نروح نلعب ماتشات حبية معينة أو نحضر دورة من الدورات اللي تتعمل. بس الاحتكاك موجود، ما كل سنة الزمالك بيشارك قاريا. أنا بتكلم على نوعية اللعيبة اللي بتشارك لأول مرة. يعني النهاردة كان عندك، يعني انت عندك زمان كان عندك ثقل في الحته دي. ايوه والاحتكاك واللعيبه اللي كانت موجوده بالظبط. فانت عندك لعيبه تقيله كانت موجوده قبل كده. احنا اللعيبه بتاعتنا المرحله دي احنا في مرحله مش مظبوطه كرويا لاسباب واخطاء موجوده، والدليل على كده اخفاق منتخب مصر عامه الفتره اللي فاتت، انك انت بتخفق في 3 بطولات شاركت فيهم. فخلينا نتكلم الواقع. احنا النهارده عشان نعدل الكلام ده كله انت فاهم لازم تقوي الدوري بتاعك. الدوري بتاعك انت النهارده يعني بشكل كبير فرق مستويات بين اللعيبه وبعضيها. هناك فرق ما بين مجموعه بتلعب لتحت خالص ومجموعه لوحدها اتنين فبتيجي على المستوى القاري بتلاقي مستويات مختلفه. فبتلاقي نفسك انك انت النهارده الاداء بتاعك الفعلي بتاعك مع لما بتيجي بتحتكي مع افريقيا هم اعلى منك. هم محتكين، عندهم قوه وعندهم اراده، عندهم اصرار، عندهم عنف، عندهم الحاجات دي كلها. انت عندك ايه؟ انت بتشارك مع مين؟ الفرق اللي بتلعبها بتكسبها 5 و3 و4 و6 وما فيهاش لعيب مميز. يعني يعني فده مؤثر لان في اخطاء احنا مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي، لكن انا بقول لك ان عنصر الاساسي بالنسبه للزمالك ما بيشاركش افريقيا. انا بقول لك ايه؟ لقله الاحتكاك للاعبي الزمالك مع المباريات. لكن النهارده عندك عنصرين ثلاثة موجودين في المنتخب، الونش، فتوح، زيزو، الناس دي لعبت افريقيا الفترة اللي فاتت. لكن باقي حسام عبد المجيد لعب لا افريقيا؟ لا. هتلاقي يعني سيد عبد الله بالظبط، هتلاقي عناصر ما شاركتش قبل كده. كابتن هشام مليون مبروك للزمالك التتويج ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي. ويعني على فكرة أنا أخدت 2 دوري. عارف كام؟ و90 اللي ورا بعض برضه المحتلين. 91 92. بالظبط. أنا شلتهم. شلتهم. ألف مبروك. ودلوقتي بتتفرج كمشجع زملكاوي وأسطورة زملكاوية. أكيد طبعًا. فألف مبروك لحضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك. نورتني وشرفتني كابتن هشام. ميرسي يا حبيبي. شكرًا ليك. شكرًا. شكرًا للكابتن هشام يكن أسطورة الكرة المصرية نجم نادي الزمالك السابق. خلينا نقول لكم على مستوى الأخبار العالمية النهاردة. في اللاعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي حذر العديد من الأندية، 10 أندية مهددة بعقوبات من اليويفا، برشلونة وباريس سان جيرمان على رأس هذه الأندية، من ضمنهم كمان روما، من ضمنهم ميلان، إنتر ميلان، والبعض أو التقارير بتقول أن بعضها هيكون عقوبات مالية فقط، والبعض ربما مهدد بعدم المشاركة القارية لسنوات مختلفة بسبب هذه المشكلات المادية. ده غير قرارات هتصدر بخصوص اللاعب المالي النظيف في المرحلة المقبلة أيضا. قبل الفاصل لترحيب بضيفي المقبلين نادي سيتي كلوب. نادي سيتي كلوب النهاردة بيصدر بعض القرارات وبعض الاستعدادات الجديدة على مستوى الاستعدادات لمشروع سيتي تيران، اللي من الغرض منه هو محاولات تشجيع المواطنين على ممارسة رياضة الجري، والبداية هتكون يوم 26 أغسطس. ده أعلنه النهاردة سيتي ران، وهتكون ده بالتعاون مع كايرو رانرز اللي عندها خبرة كبيرة. أنا ياما شاركت مع كايرو رانرز على مستوى الجري أيام ما كنت بجري، هرجع أجري تاني إن شاء الله من خلال سيتي كلوب. ف
فده هيبدأ من يوم 26 من الشهر الجاري بإذن الله. بعد الفاصل وكلا اللاعبين المتألقان عبد الرحمن إسماعيل وإسلام شحات هما ضيفي بعد الفاصل. أكيد كلام عن صفقة ويجن مع محمود جاد لاعب إمبي وأمور أخرى باعتبارهما ضلعين من أضلاع الانتقالات في المرحلة الحساسة جدا من موسم الانتقالات الصيفي. بعد الفاصل في الماتش خليكم معنا.